وبان الصحفي راه الدور ديالو ماشي غير يكون غير خارج او لا بعد انجاز الفيلم، ولكن يقدر يكون في انجاز الفيلم نفسه، يعني داخل انجاز الفيلم. كذلك ان بينكم مواهب، كاينين بزاف ديال الشباب ديالكم اللي داروا الاوديو فيزيوال مشاو لسميتو الاعلام، ولكن في امكانيتهم يكونوا ممثلين ويكونوا وكانوا في مستوى عالي جدا وعطوا مصداقيه للفيلم اكثر. يعني الحضور ديال هذه المنابر كتخلي داك المتفرج تيقول ورا واقيلا هذا الشيء بصح مشينا اول واحد داروا الامريكان تيديروا هذا الشيء، كتلقى لا سنان، كتلقى سميتو بي بي سي، لان كتعطي مصداقيه لهذاك. وكذلك ان في الفيلم كاينه بزاف الاشياء اللي هي واقعيه وحقيقيه واللي توصلت. وكذلك الدور ديال الصحافه لانهم هما اللي خلاو هذوك الناس يتعرفوا عالميا ويوصل الصوت ديالهم. يعني واخا انهم هما كيمشيو للسكوب ياخذوه، ولكن داك السكوب راه كيوصل بزاف د الحوايج. شحال من واحد عانى مشاكل ولكن بفضل الصحافه تعرفت المشاكل اللي عانى منها، شحال من وحده مسكينه اللي تعرضت لبعض سميتو الاختراقات ولكن بفضل صحفي، وشحال من فنان ما كانش معروف وبفضل صحفي صبح نجم كبير، خدا له السوا ديالو وحطوه ده. فدوركم راه دور كبير جدا، انا تنقولها لكم. وكاع داكشي اللي تيوقع لكم وداك الدفيع اللي كيدفعوكم وهذا سميتو راه لو في كونور، راه كيدير لكم شرف كبير لهذه هي المهنه ديالكم. وهذه المهنه اختيار، انتم اختارين كما حنا اختارينا الميدان الفني والثقافي واختيرنا واحد الموقف معين كنعانيو منه، سدوا علينا البيبان، السيد الوزير ما تيحملش فينا الشعره، ما باغي يشوفنا، ما باغي يهضر معانا، المسؤول ديال التلفازه ما حملنيش، علاش؟ لانني لساني طويل، اولا كنهضر، اولا كنحاول نعطي بعض الحوايج، بعض الحوايج، هذه اشياء، ولكن هذا اختيار. الا بغيتي تبقى تحس الكابا راه ممكن ديروا الفلوس الا بغيتوا. الا جيتي دير لي انا خاطري وهذا يجي خاطرك ويدور معاك وتقبل الرشوه وتقبلها، راك غادي تمشي دير الفلوس وتولي كتمشي في الطوموبيل وما يدفعك حتى واحد ويولي يعيطوا عليك. ولكن الا بغيتي دير الواجب ديالك كاعلامي كمثقف كمسؤول على داك سميتو الاختيار، راه ثق بيا الطريق صعيبه، ولكن راك غادي تخلي تاريخ لوليداتك وتخلي تاريخ ويفتخروا بك الاباء ديالكم، راه ثقوا بيا. انا تنقول لكم هادشي بحال الاب ديالكم لانكم انتم بحال وليداتي، كلكم شباب تبارك الله عليكم. وانا الموقف ديالي موقف ديال كل المغاربه، كل عرب، كل الناس، واش كاين شي واحد بلا ما نكون عربي ولا نكون مسلم ولا نكون انسان، واش غادي نبغي شي واحد يضر؟ انا لا، شي فرنسي الا داروا له ديك الحاله اللي داروا للفلسطيني ما غنقبلهاش. هو اليهودي براسه الا كان الا شفت شي واحد تعدى عليه بديك الطريقه ما غنقبلهاش انا كانسان. هو كاسرائيلي الا شفت شي واحد تكرفص عليه بغى يبقى فيه ما نبغيش ادي، يعني فما بالك واحد اللي هو فلسطيني يا عباد الله والوليدات الصغار. واحد كنشوف انا بعض الفيديوهات كيضربوا فيهم ميتين، واخا يكون الانسان القلب ديالو ما عرف كي داير. فين هما هاد المنظمات العالميه؟ فين هما؟ فين كاينين اللي كيهضروا على حقوق الانسان؟ فين هما هاد الناس هادو؟ خاصهم يحبسوا هاد الشيء، لان راك شي والرعب اللي عايشين فيه هذوك الوليدات. تصوروا معايا حنا كيف قلت قبيله لبعض الاخوان اللي هما زملاء ديالكم، ان مثلا حنا غير رعده كتضرب في الليل بنتي انا وولدي كيقفز، فما بالك واحد الوليد اللي مسكين القنابل تتفرق عليه فوق راسه يوميا وعايش هو مخلوع. حنا غير شويه ديال الزلزال خرجنا كلنا كنجريو مخلوعين، فما بالك واحد اللي كيتزلزل يوميا كتفرق عليه؟ عاد خلي الموت وخلي الضحايا، حرام حرام. وحنا راه درنا وقفه قبيله باش نقول نوصلوها للناس، حنا ما نقدروا نزيدهم الا الدعاء ونزيدهم، يعني نطلبوا الله سبحانه وتعالى ان يشوف فيهم وان الله سبحانه وتعالى يغلبهم ويقدروا زعما يدوزوا الصعاب الساعه ويرحم الشهداء ديال فلسطين كلهم. هذا الشيء اللي غنقدر ندير. تما كيساليوش الاسئله ديالك بالبارح، عرفتي شنو كدير الاسئله قتلها يا خويا. وي وي كنت كتخلصي على السؤال كره كبرت الكاريان. حنا دوزنا فيه اكثر من 15 يوم كنصوروا، وعندنا 15 يوم قبل تقريبا واحد 15 يوم ولا 20 يوم واللي كان معنا مدير الكاستينغ اللي هو باش عزلنا شباب من الكاريان اللي هما كيديروا المسرح وخديناهم يمثلوا معنا. يعني هذه كانت من الاولويات اننا خدينا الشباب ديال الكاريان هما اللي خديناهم واللي هما ولاد المنطقه ديال سيدي مومن باش يعبروا ولكن كيديروا التمثيل. ولقينا بان كاين مواهب كثيره تماك وكيديروا المسرح ومسرحيات ولكن ما عندهم لا دعم لا والو، الا الحمد لله كاينه المبادره الوطنيه اللي دار سيدنا الله ينصرو والمراكز اللي اسسها سيدنا الله ينصرو في هذاك سيدي مومن، اكثر من 25 مركز راه لعب واحد الدور كبير في الايواء ديال هاد الشباب هادو، ولكن خاص دعم ديال وزاره الثقافه لتما باش يقدروا دوك الاعمال ديالهم توصل. صحيح اختيار انا قلت تما هو اللي كنهضر عليه، ان الاختيار تختار كان فيه السي عبد الله اعراج اللي كان هو مدير الكاستينغ
اللي تقريبا عنده تجربه كبيره. وكيف قلت لك اننا اختارينا ناس اللي هما عايشين في الكاريان وعايشين في سيدي مومون اللي كيعانيوا، لان الانسان اللي كيعبر على حوايج اللي خارجه من قلبه كتوصل لقلب الناس. كنظن هادشي حسيتو به ملي كنتو كتفرجوا الفيلم، تيبان لك هذاك السيد صادق في الاداء ديالو. وحتى الفكره ديال انه ياخذ مثلا يعني صحفيين حقيقيين يكونوا في الفيلم كانت الفكره ديال الكاستينغ. انا الكاستينغ قال لك علاش ما ناخذوش، ومني طرحنا عليهم الفكره كلهم جاوا وكلهم ساهموا لانهم امنوا بالقضيه، لان الفيلم يحمي القضيه، وهذا هو المهم. الفيلم الذي لا يحمي القضيه فهو ليس فيلم، العمل الثقافي الذي لا يحمي القضيه فهو ليس بعمل. كيف ما كان قصيده شعريه اذا كانت لا تحمي القضيه فهي واخا تكون غير قضيه حب، قضيه غزل، المهم تكون قضيه. هذا سيدي كافكا، يعني هذا نوع من الكتابه اللي كان كافكا كيديرو، هو انك كتكون غادي في واحد الاطار ما كتكونش متوقع اشنو غيوقع، كتمشي لاتجاه اخر، وهذه من الفنيات اللي كاينين. وثانيا بغيت نوصل واحد القضيه، ان لا فيولونس ما كتجيب غير لا فيولونس، انا ما كنشجعش واحد يستعمل العنف باش يحل مشاكله. يعني حتى الطريقه اللي داروا دوك الولاد كانت غلطه، انهم يهزوا هدف وجوه ناس اللي هما خوتهم مغاربه، كيف ما كانت كما كان يكون مجرم يكون خايب ما تهزش وما ديرش ما خصوش يديرها، لان هذيك الطريقه دائما كتسالي بواحد الدراما اللي هي غير 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 مقبوله. وهذاك الشيء علاش قتلته في الاخر، يعني قتلت راسي قتلت شخصيه في الاخر واش غيموت ولا ما غيموت، باش نبين ان العنف لا يولد الا العنف، وانما الحوار هو الحل الوحيد بيناتنا كاملين. الان ما يحصل في فلسطين لو كان هناك حوار جاد كما كان يعمل الملك صاحب الجلاله الله يرحمه الحسن الثاني، اللي كان كيدير لقاءات كبيره ومؤتمرات كبيره، وهو تيقول لهم اجيو نتحاوروا، اللي دار محمد السادس الله ينصره الحوارات الكبيره. الان ما يحصل مع اخواننا مثلا في الجزائر، لان محمد السادس راه حطوا في الخطاب الاخير ديالو تيقول لهم انتم اخواننا وجيراننا اجيو نتحاوروا. راه هذه هي الحلول الجميله، راه هذا هو فين كيبان لك كيتبان لك الشخصيه القويه. القوي هو الذي لا يحمل السلاح، ولا بالعكس، هذه هي الفكره. ما عنديش مع وزاره الثقافه، انا عندي مع الوزير، ماشي عندي مشكل معاه، ماشي نقول لك انا المشكل، هذا المشكل عنده مع الفنانه كلهم. انا كنقول للوزير الله يجازيك بخير، راك انت هنا باش تخدم الفنان وتخدم المثقف، واش انت ملي كتسد عليك في البيرو كتكذب على عباد الله؟ راه ما بقيتيش وزير، راك تطيح غير من القيمه ديالك. ماشي غير الوزير، كنقول لاي مسؤول، المسؤول يقدر يقول لك لا ولا يقول لك ايه، حل الباب شرجم من برا وقول لنا ولا راه ما غنعاونكمش، راه ما غنخدمش معاكم في هذه القضيه، شد المشروع وكتب فيه وقول لي هذا المشروع ديالك. ما تقولش لي ايه وتخليني اربع شهور خمس شهور وانا منشور كنمشي ونجي. راه ملي كنجي من كازا حتى للرباط راه 200 كيلومتر اللي كنضرب الي غوتو، وخصني نتغدى وخصني نلقى ونبقى نتسناك، وفي الاخر كيجي تيقول لك راه ما مساليش هو، لا راه مشى لهذ البلاصه، لا راه عيطوا عليه في القصر الملكي، لا راه هو في المؤتمر في سميتو في البرلمان، وفي الاخر تيقول لك صافي انا موافق على هذه القضيه. ومني كتمشي تشوف الملف ديالك تيقول لك ما عرفناش فين مشى، شكون اللي عطيتيه، لما نعطي 8 شهور قسما بالله. وهذا الشيء كله لاش لمصلحه البلاد، وعلى حسب الكلام ديالو هو قال لك انا بغيت ندير الصناعه الثقافيه، هذه الثقافه الصناعيه اللي بغيت، الصناعه الثقافيه اللي بغيت تدير في المغرب، عطيناه مشروع ديالها اللي حنا غنمولوا. تصوروا هذا السيد كيرد مستثمر غادي يحط غادي نحطوا 500 مليون ديال الدرهم، 50 مليار في مشروع ديال اول مدينه اعلام، هذا السيد ما شافش فيها، ما شافش الملف كاع، قال لك بغى يدير اون فونداسيون باش يعاون الفنانه منهم الضحايا اللي كيوقعوا، بحال الضحيه اللي مشى ديال سي جواد احمد مسكين اللي مشى ضحيه ديال عدم الحوار وغلق الباب مثلا. قال لك حنا بغينا نتفاداو هادشي وغادي نديرو، حطينا له مشروع اللي كنا كنديروه كل سنه اللي هو ليله نجوم الشاشه واللي من خلاله كنعاونوا بعض الفنانه، ما بقيناش درناه بسببه هو، لان كيقول لك اليوم غدا اون فالانت انستيتيوناليزيون، يعني غادي نردوه تابع للوزاره ديال الثقافه وغادي نعاونوكم فيه، وهادشي كله كذوب. ملي كيولي واحد كيكذب عليك هكا راه كتولي كتهلي من الداخل. فانا ما عنديش مشكل مع وزارته، ما عندي مشكل مع حتى شي مسؤول، بالعكس انا كل ما اطمح اليه واريده انه يكون حوار مفتوح، اننا نهضروا. كاينه شي حوايج كتقدر دار وكاينه شي حوايج، شوفوا معايا انا كنعطيكم مثال في كره القدم، شوفوا القجع كينزل عند اللعابه ويلعب معاهم في التيران ويعرق معاهم ويعنقهم عرقانين عباد الله، واش هذا ماشي وزير؟ راه وزير هذا، وتتشوفوا داخل الفيستيار وتيعنق وواقف مع الجمهور. عمر شي وزير من وزاره الثقافه جا حضر العرض المسرح، جا حنا عرضنا عليه وجل هذا العرض يشوفه، ما جاش. خصو يكون قريب للفنانين وقريب للناس وقريب للناس، هذا هو الوزير الحقيقي. انا بالنسبه لي فوزي القجع يتخاد كمثل، لانه شوفوا كيهبط للتيران تلقاه في الفيستيار كيتبع البركان كيتبع المغرب كيتبع الفرق اللي هي صغيره كيحضر، ورغم ان اشغاله ربي اللي عالم بها. عرفتي شنو هو المهمه ديالو؟ انه في وزاره الماليه،
نسي البيجيتي نسي بزاف الحوايج راه خصكم تشوفوا شنو هو. فهذا مثلا يدخل بوريطة مثلا كوزير تبارك الله ديال الخارجيه شوفوا ما حق شنو دار. يعني هاد الناس الاخرين خصهم يتبعوا هادشي باش تكون الحكومه صح. هذا هو اللي كنطالب به انا ماشي غير سعيد الناصري لكل شيء. نحسب واحد التشجيع نحسب واحد سيدنا الله ينصرو كتلقاه في كل شيء كاين حاضر في كل شيء بلاصه كتحل حل البيبان ديالو دير سميتو ديال المظالم. يعني الناس كترسل رسائل ديالها في الخطاب الاخير ديالو شنو قال؟ قال لك انا كاينين الناس بسطاء تيصيفطوا لي نحل لهم المشاكل ديالهم اللي بسيطه وانا سعيد انني نحلها وانا من ضمن هاد الناس حل لي المشكل ديالي. يعني مشكل شي امثله اكثر من هذه خصنا اللي خصنا نديرو هذا الشيء اللي خصو يوصل. للمزيد من المعلومات ما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.